اليوم في جولتنا في جناح وكالة الفضاء كان في مقابلتنا مع رائد الفضاء علي القرني، واخذنا في جولة للتجارب اللي صارت في محطة الفضاء. مقابلة صراحة الرائد الفضاء علي القرني اليوم كانت صراحة ملهمة جدا. في دعم كبير من قيادتنا الرشيدة بدءا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان. كلنا الطلاب حاسين بشعور تحفيز وتحميس انه الطلاب عنا ننجز هذا المجال. انا الان كطالب بكالوريوس ماني مطلوب اني اقدم بحث علمي، ولكن بسبب النهضه هذه الان قاعد اعمل على بحث علمي خاص بي. جهود المملكه جهود جباره صراحه، ما اقدر اختصرها بكم حرف، ولكن مركزه على جميع النواحي، من اهمها التوعيه بمجال الفضاء وتدريب الطلاب لهذا المجال. ريان حققت حلم كل فتاة سعودية وأعطتنا إلهام كبير. أي بنت عربية طبعاً تحلم إنها هي تكون زيها ومثال أعلى لنا كلنا، وبإذن الله نكون من رواد الفضاء في المستقبل القريب. حلمي في يوم من الأيام أكون رائدة فضاء.